اهلا بكم يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد بيبدا ملخص الفيلم مع مايك اللي بيكون في العربيه وبنعرف ان هو مؤلف مشهور ومتخصص في روايات الرعب والغموض وبيكون مؤمن جدا بالظواهر الغريبه اللي بتحصل في العالم وده بيخليه يروح لفندق وبيتكلم مع اصحابه اللي بيقولوا ليه ان بتحصل هنا حاجات مخيفه زي ظهور الاشباح او ارواح الناس اللي ماتت نتيجه ان تم انهاء حياتهم هنا فبيقرر مايك يقضي عندهم ليله علشان يكتشف لو ده حقيقي ولما بيدخل مايك الغرفه بنعرف ان ديت مش اول مره ليه يعمل كده وانه عمل كده في كذا فندق وده اللي بيخليه يتكلم في مؤلفاته على الاماكن ديت بكل صدق وعلشان كده هو ناجح وتاني يوم لما بيخلص مايك يومه في الغرفه ديت بيدي لها تقييم خمسه من عشره وبيسجل اللي حصل ليه اليوم اللي هو قضاه وبنعرف ان هو دايما بيقيم الفنادق اللي بيروحها وبيتقال ان فيها اشباح وبنعرف انه عنده حفل لطباعه كتابه الجديد ولما في من الغراء لو هو مؤمن بالاشباح ولا لا بيجاوب بلا وانه بيبقى معاه دايما اجهزه لما بيروح لاي غرف مسكونه في اي فندق وان الاجهزه ديت بتقيس لو في نشاط خارق للطبيعه بس بنعرف ان هو عمره مصادف صادف ان الاجهزه ديت ادت ليه علامه على ان في نشاط خارق ولما بيخلص الحفل بيروح للشاطئ وبيبدا بلوح التزلج بتاعه على الميه يخش في البحر بس بتيجي موجه عاليه بتوقعه في البحر وبيغمى عليه ولكن بيفوق وبيكونوا في اشخاص نقذوه وبقى كويس وبعد كده بيروح لمكتب البريد وبيشوف صندوق البريد بتاعه فبيلاقي شخص مجهول باعت ليه صوره لفندق اسمه دولفين وبيقول له اوعى تدخل الاوضه رقم 1408 وده بيحرك فضول مايك جدا وفعلا بيتصل بالفندق وبيحجز الاوضه رقم 1408 لمده ليله كامله ولكن الاستقبال بيقول له الغرفه مش متاحه وبيقفل في وشه وده بيخلي مايك بيبقى عايز يقضي فيها ليله بشكل اكبر وفعلا بالليل بيروح للفندق بنفسه وبيقول للإستقبال ان هو عايز يحجز الغرفه 1408 فبتنادي الاستقبال على المدير اللي بيبقى اسمه جيرارد وبيقول لمايك ياخد جناح هديه من الفندق بدل الغرفه 1408 بس مايك بيكون مصمم وبيقول له ان هو عايز الغرفه ديت بالذات وانه هيكتب عليها وده يشير الفندق بتاعهم اكتر اوقاته بيقول له جيرارد ان في 56 شخص في ايام مختلفه تماما على بعض دخلوا الاوضه ديت وان كل واحد فيهم خلص على نفسه قبل ما حتى تعدي ساعه في الغرفه وده خلاهم يرفضوا تماما ان اي شخص يسكن فيها وبيدي ملف فيه معلومات على الناس اللي خلصت على نفسها في الغرفه بس برده رغم كل ده مايك بيقول لجيرارد ان مفيش حاجه اسمها اشباح وبيطلب منه مفتاح الغرفه فبيوافق جيرارد وبيديه المفتاح واثناء طريقهم للغرفه بيعرف جيرارد مايك ان قبل كده في موظفه تنظيف دخلت الاوضه ديت لوحدها علشان تنظفها وما تفضلش الاوضه قذره وساعتها اثر على سمعه المكان ولكن قبل ساعه سمعوا صوت صراخ غرفة. فوقفوا على باب الغرفة وأول ما فتحوها لو إن الموظفة دي حاطة مواصف عينها وبتضحك ولكن مايك مش بيعدل على كلامه وبيدخل الأوضة وبيبدأ التسجيل. كالعادة وبيقول إن هو مش بيدخن بس دايما معاه سجارة علشان لو يتعرض لخوف حقيقي يبدأ يولعها وبيفضل يوصف الأوضة وبيقول إنها عادية جدا بس فجأة بيلاقي موسيقى اشتغلت لوحدها وفيها أشياء محطوطة على السرير فبيبدأ يقلق بس بيقنع نفسه إن في شخص دخل وحط الحاجات ديت علشان يقلقه مش ولكنه بيفضل يدور على الشخص ده بس مش بيلاقيه وبعدها بشويه درجه حراره المكيف بتاع الغرفه بتعلى لوحدها ومش بيقدر مايك يوطيها فبيطلب من الموظفين في الفندق ان حد يجي يوطي للمكيف وساعتها واثناء انتظاره بيتفاجئ بصوت طفل بيعيط في الاوضه اللي جنبه فبيروح ليها وبيكتشف في الاجهزه اللي معاه ان فيها اثار دم قديمه في كل حته في الغرفه ده غير ان في لوحه بيلاقيها معوجه مع انها ما كانتش كده لما دخل الغرفه وده بيبدا فعلا يليه اكتر. بيجي عامل الصيانه فبيفتح ليه مايك الباب ولكن عامل الصيانه بيشرح لمايك ازاي يصلح المكيف وبيرفض يدخل الغرفه فبيشكره مايك وبيقعد على السرير بتاعه بس فجاه صوت الموسيقى بتشتغل تاني لوحدها وبيبدا في الراديو عد تنازلي لمده 60 دقيقه فبيفتكر مايك كلام جيرارد ان اللي بيدخلوا الاوضه ديت بيخلصوا على نفسهم بعد ساعه او اقل ففجاه بيحس مايك انه مش سامع اي حاجه فبيخرج من الشباك ولما بيبدا يسمع بيجي يدخل تاني بس الشباك بيت على ايده فبيتعور جامد وبيروح يغسل ايده من الحنفيه بس الميه السخنه بتشتغل لوحدها وبتحرق ليه ايده ووقتها بيبدا مايك يترعب وخصوصا لما بيلاقي الموسيقى بتاعه الراديو شغاله حتى لما شال الفيشه بتاعته فبيقرر يستسلم وبيطلب رقم الاستقبال وبيقول لها انه عايز يسيب الغرفه ولكنها مش بتسمعه وبتقوله ان طلباته هتوصل له فبيتوتر مايك جدا وبيخاف وبيحاول يفتح الباب علشان يهرب بس مش بيقدر وكره الباب بتتخلع في ايده فبيحس انه محبوس وبيكون مرعوب ولما بيخرج من الشباك بيلاقي نفسه في العمارة اللي قدامه فبيتصدم وبيلاقي معاه شخص في الأوضة بيحاول يخلص عليه بس لما بيغمض مايك عينه وبيفتحها بيختفي الشخص ده وبيعرف إن هو كان بيتهيأ ليه وبيقول إن أكيد حد حط ليه مخدر في أي حاجة وفجأة بيلاقي ناس كانت ساكنة في الأوضة نفسها وهم بيخلصوا على نفسهم وبيفضل مرة واحدة يحصل حاجات غريبة كتير في الأوضة في نفس الوقت زي إنه بيشوف أبوه اللي مات أو إن الحيطة بتنزل دم فبيخرج مايك من الشباك علشان يروح الوضع اللي جنبه بس بيتفاجئ ان المكان اللي هو فيه ملوش نهايه فبيكون مايك هيقع ولكنه بيقدر يرجع الاوضه في اخر لحظه وساعتها بيشوف ذكريات لنفسه مع مراته وبنته اللي ماتت بمرض نادر وان ده اللي اثر فيه جدا وخلاه يعيش لوحده بعيد عن مراته وساعتها بيقرر مايك يكلم مراته على النت بس مش بيكون في شبكه ولما بيحاول يخرج من فتحات التهويه بتهجم عليه موميا وبتجبره يرجع لاوضته ولما بيفتح الثلاجه بيتخيل مدير الفندق جيرارد وهو بيقول ان هو حظ ما يدخلش الأوضة ديت وبيعرفوا إن كل اللي بيحصل ليه كان بسبب إن بعد ما بنته ماتت فقد إيمانه تماما وساعتها بيكون عارف مايك إن كل ده تخيل وبيقتنع بكلام جيرارد لما بيجي يفتح الإنجيل اللي معاه وبيلاقي صفحاته فاضية وفجأة الأوضة بتبدأ تتلج جدا وبيكون مايك سقعان وبيحاول يدفي نفسه بأي طريقة وساعتها بتيجي شبكة فبيبدأ يتكلم مراته بسرعة وبيقولها اللي حصل بس بيتفاجئ إن في نسخة تانية منه ظهرة مكانه وبيقول لمراته تيجي الغرفة 1408 في فندق الدولفين فبيتضايق مايك جدا ومش بيقدر يمنعها ووقتها بتبدأ الأوضة تتكسر وكل حاجة بتنهار حوالين مايك اللي بيكون خلص اترعب وخصوصا لما اللوحة اللي فيها سفينة بتبدأ تطلع مياه كتير منها وساعتها بيفوق مايك وهو على الشاطئ بعد ما أغمى عليه وهو بيتزلج على الشاطئ وبعدها بيتنقل على المستشفى وبيشوف مراته جنبه فبيفهم مايك إن كل ده كان كابوس وبيحكي لمراته على اللي حصل ليه ولما بيخرج من المستشفى بيعتذر لمراته إن هو وبيكون عايز يهتم بيها من تاني وبيعزمها على مطعم واثناء ما هما بياكلوا بالليل بيلاقي مايك الست شاف شبحها في الغرفه 1408 لما كانت بتخلص على نفسها بس مش بيديها اي اهتمام وبعد كده بيفضل يكمل حياته عادي لحد ما في يوم بيروح لمكتب البريد بس فجاه بيلاقي الموظفين بيكسروا حيطان المكتب وبيتصدم وقتها مايك وبيلاقي نفسه لسه في الغرفه وكل اللي شافه ده كان وهم وده بيخليه يخش في حاله رعب وبيفضل يصرخ وخصوصا لما بيلاقي قدامه بنته اللي ماتت وبيجي يحضنها فبتتح الرماد. فوقتها بيشوف ان الستين دقيقة خلصت وبيبدا التايمر ستين دقيقة من جديد فبيحبط مايك وبيعرف انه مش هيخرج من الاوضة طول عمره ووقتها بيجي الاتصال بيقول له يا اما يبدا العذاب من جديد او يخلص على نفسه فبيختار مايك انه مش هيستسلم وبيبدا يحرق في الاوضة وبيشرب السيجارة اللي اتكلم عليها في الاول وبيدي للغرفة تقييم عشرة من عشرة وبيكسر الازاز علشان الغرفة تولع كلها ومتبقاش صالحة ان حد يدخلها من بعده وفعلا ده بيحصل وساعتها بيجوا رجال الاطفال وبينقذه مايك اللي بيفوق في المستشفى وبيكون كويس وبيلاقي مراته جنبه فبيعتذر ليها وبيقول لها انه مش هيسيبها تاني ابدا وفعلا بعد ايام بيخرج مايك من المستشفى وبيعيش مع مراته وبيقرر يكتب كتاب على الغرفه 1408